ما الحكم في لبس الكعب العالي مع العلم بأنه لا يصدر صوتا مطلقا، فهي تلبسه في المناسبات فقط، وما الحكم إذا أصدر الحذاء صوتا خفيفا غير ملفت للنظر؟ الكعب العالي لبسه من التبرج بلا شك، لأنه يرفع المرأة، وهو مضر بعقب الرجل لأنه يرفعه عن مستواه الطبيعي، فهو مذموم شرعا وطبا، ولهذا نهى عنه كثير من الأطباء من الناحية الطبية، فضلا عن كونه مذموما من الناحية الشرعية لأنه ملتقى من التبرج. فإن كان له صوت كان أقبح وأقبح، وعلى المرأة أن تلبس النعل المعتاد الخاصة بالنساء، ولا يجوز لها أن تلبس النعال الخاصة بالرجال، لأن ذلك من التشبه بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. نعم.